نجحت الحكومة العراقية في مدخل أساسي وهي قضية مبادرة الحوار الوطني، وهذه المبادرة كانت هنالك جلستين، وكانت هنالك لجنة ثلاثية تشكلت من قبل الأمان العامة والقوى السياسية العراقية وقياداتها لعملية وضع خارطة الطريق. الاتفاق الأساسي الذي وصلت إليه الجلستان هو أشارت بصورة واضحة، وهذا ما تحدثنا به مسبقا على قناة تغيير وغيرها من القنوات العراقية والعربية والدولية، حقيقة أن مكتسب الأساسي وهو المطلب الذي أشار إليه السيد مقتدى الصدر في تدوينات عديدة في الذهاب إلى انتخابات مبكرة، هذا تحقق، والكل الآن يجمع إلى أن هنالك رغبة كبيرة جدا لدى القوى السياسية العراقية بالذهاب إلى الانتخابات المبكرة، كونها فيصل أساسي بعد أن وصلنا إلى تقريبا مرحلة تعدي الدعش شهر الأساسية التي مرت على نتائج الانتخابات، وهذا بالتالي ما يتطلب حلا. أما أن نذهب إلى عملية تشكيل حكومة أو نذهب إلى عملية الذهاب إلى انتخابات مبكرة وكذلك بالمقابل الإبقاء على الوضع الحالي، وهذا ما أشار إليه كذلك السيد مقتدى الصدر سواء بمطلبه بأن يبقى السيد رئيس وزراء الأستاذ مصطفى فيما الكاظم يتعلق يعني ببقاء السيد الكاظمي، وكذلك بقاء السيد رئيس الجمهورية للمشاركة كذلك في قضية الإشراف على الانتخابات المبكرة. لكن بالمقابل الخيار الأساسي الآن هو للقوى السياسية العراقية بعد الجلسة الثالثة التي دعا عليها السيد رئيس وزراء والتي قد تحدد بعد عودته طبعا بفترتها الزمنية. اللجنة الثلاثية الآن تبحث في المفصل الأساسي الذي أشار إليه السيد مقتدى الصدر وهو تصور التيار الصدري في هذا الموضوع. عفوا إذا أطيل عليكم، بس القصد دا أوضح هذه لأن هاي نقطة مهمة. المفصل الأساسي أشار إليه السيد مقتدى الصدر أن الحكومة حكومة تصريف الأعمال هي من تقيم الانتخابات وكذلك بقاء السيد رئيس الجمهورية، وبالتالي تمضي باتجاه إجراء الانتخابات وحل البرلمان. طيب. لكن بالمقابل القضية الأساسية التي تسير بها الآن القوى السياسية العراقية التي اجتمعت بالجلسة الأولى والثانية وتنتظر نتائج الجلسة الثالثة واللجنة الفنية كذلك التي ستعرض خارطة الطريق وتصور القوى السياسية بهذا الاتجاه، وكذلك التصور الآخر وهو تصور قضية الاتصال المباشر أو الغير مباشر مع السيد مقتدى الصدر بعد أن يصل إلى خارطة طريق حقيقية وفعالة وقابلة إلى التنفيذ، يذهب كذلك بالمقابل إلى السيد مقتدى الصدر للاتصال به مباشرة أو بصورة غير مباشرة من خلال لجنة ثلاثية أو غيرها من التشكيلات الأخرى التي تذهب لتنبري لتحل الأزمة السياسية. وهذا ما أشار إليه السيد رئيس الوزراء أن هنالك أزمة تعصب في البلد ليست كمثيلتها لأنها تحتاج إلى دكتور حل حسين، حتى وطني نستفيد من الوقت عراقي.